الصلاة والسلام على رسول الله نظمت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بأكادير اختبار القيم والمجتمع والتنمية بالتعاون مع مركز التحقيق والترشيد العلوم مدوة علمية دولية مرسومة بعناية علماء الصحراء بالفقه المنهجي وذلك يوم 26 مايو 2023. شارك فيها مجموعة من الباحثين داخل المغرب وخارجه قد قاربوا موضوعا مهما وهو عناية علماء الصحراء بالفقه المالكي وبينوا تاريخ دخوله إلى هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا ووضحوا بعض أهم كتبه الكتب الصحراء في هذا يعني في الفقه المالكي. وقد كانت مداخلتي حول مخطوطات الفقه المالكي في الجنوب المغربي وضحت فيها أهم الخزائن والمكتبات التي توجد بمدينة العيون والتي يعني فيها مجموعة من المخطوطات في الفقه المالكي كالنوازلي والفتاوى والأقضية وشروح لمختصر الخليل. طبعا الهدف من هذه الندوة هو أن نبين مكانة علماء الصحراء ومنزلتهم وأنهم يعني لم يكونوا يعني استثناء عن إخوانهم المغاربة بل يعني اجتهدوا وجاهدوا ومنهم من وصل بمرتبة الاجتهاد داخل المذهب المالكي. نذكر على سبيل المثال للحصر الشيخ المختار الكمتي الكبير متوفي سنة 1226 الشيخ سيدي الكبير الشيخ ماء العينين الشيخ بلعراف التكني الأيتمو السوري دفينو يعني تنبكتو وغيره من العلماء والفقهاء الصحراويين المغاربة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الحسن بن عبدو مدير مختبر القيم والمجتمع والتنمية نظم مختبر هذه الندوة العلمية في موضوع عناية علماء الصحراء بالفقه المالكي بتعاون مع المركز الثقافي والتهذيب العلمي. وهذه الندوة هو الهدف منها هو أن تجلي خصائص وميزات المذهب المالكي في الصحراء وفي أفريقيا وخصوصياته في مجال التنزيل الفقهي وكذلك أثره في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للمنطقة. وقد حضرها باحثون من الصحراء من جامعة ابن زهر وكذلك حتى من دول خارج المغرب شارك في هذه الندوة من مالي ومن نيجر ومن نيجيريا. ناقش من خلال هذه المداخلة منهج الشيخ منهج الشيخ محمد المامي البخاري من خلال كتابه البادية والذي اهتم فيه بالحديث عن نوازل أهل البادية وإبراز أحكامها وكان يعني ندوة متميزة ما شاء الله وهذا يدخل في إطار عناية علماء الصحراء بالفقه المالكي. الحقيقة بكل مصداقية.